عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. هدية من الله سبحانه وتعالى إلى الفقير المسكين البسيط، الفقير اللي ما يملك مال، فهذه هدية من الله سبحانه وتعالى. ما هي الهدية؟ إنه كثير من الأخوة الفقراء الذين لا يملكون المال، ما يملك المال، يتمنى إنه يسوي له فد عمارة للفقراء، ويتمنى إنه يسوي له فد بناية للأيتام، ويتمنى كثير من الأمور اللي هي أصلا بس بخياله موجودة. يعني يتمنى يسوي له مستشفى ويحوي به الفقراء ويطيب به الناس البسطاء. هذه أماني كل إنسان بداخله، لكن هو ما يملك له حتى جزء ألف دينار. يقول أتمنى أنا لو عندي فلوس فلان، أموال فلان، أني اشتغلت هذا المستشفى واشتغلت هذا البيت واشتغلت هذا الملجأ، لكن ما عنده. الله سبحانه وتعالى انه يطيل اجر يعني الاجر مال المستشفى واجر مال الفقراء واجر الناس البسطاء، ويستثاب من هذه القضيه. مجرد منيه، لا، مجرد امنيه. اكو فرق بين النيه والامنيه، وتشوف الله على هذه الامنيه يطيه، ويكون افضل من عطاء فلان اللي بنى له مستشفى، اللي بنى له قصر، اللي بنى له بيت، اللي احتوى، اللي وكل الفقراء، لكن مزج معها الرياء، خلى الرياء وياها. فالفقير الذي تمنى أفضل من الغني الذي عمل عند الله سبحانه وتعالى، وتكون الحجة أمام الله يوم القيامة إنه شنو هذا الرجل تمنى، ويقول للرب العالمين، يقول له إلهي أنا تمنيت لكن كان ما عندي المال. الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب والجزاء العظيم.